السلام عليكم، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. رجعنا لكم اليوم بسلسلة قديمة، والله العظيم شوفوا إني على ما أقول شهيد إن هذه السلسلة أكثر سلسلة جتني رسائل فيها في الانستغرام، في السناب، في تويتر، في كل، حتى في الديسكورد، أقسم بالله العظيم. أسامة، متى تسوي سلسلة مزاد المطفرين؟ ولكن والله خلوني أعطيكم، أخليكم على بينة، والله والله ثم والله إني أبحث عن راعي عشان يرعى السلسلة هذه، والله ثم والله إن السلسلة هذه تحتاج الراعي، وانا قاعد ابحث لي عن راعي عشان نكبر السلسله بشكل اكبر واكبر، والمساحه مفتوحه لكل الرعاه، تمام؟ اعلان وسعر التكلفه ايها الرعاه، اعلان وسعر التكلفه، سعر الاعلان وسعر التكلفه. المهم يا جماعه الخير، قررت في سلسله مزاد مطفرين اليوم اني اعرض سياره المرسيدس اللي انا اشتغلت عليها قبل سنه، اعرضها للبيع هي واللوحه المميزه اللي فيها، وراح نعرضها بمبلغ 10 ريال بس. 10 ريال؟ اي نعم، هذه سلسله مزاد مطفرين. والناس الجديده اللي توها مشتركه في القناه ولا تعرف سلسله مزاد مطفرين، أشياء غالية نبيعها بسعر رخيص. قبل ما نبدأ حبيبي عزيزي المتابع، لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة، باقي لنا شوي على المليون، وفعل لي جرس التنبيهات. المهم يلا نبدأ ننزل الإعلان. طبعا جماعة الخير، نزلنا الإعلان في 3 منصات مختلفة مخصصة للبيع والشراء، ومالنا إلا الانتظار. طيب يا جماعة الخير، في شخص تواصل معنا، بس ثواني خلوا الواتس يفتح على طريق البي سي، طول ذا والله، والله طول مرة. كاتب السلام عليكم، حياك الله، صباح الخير. صباح النور. طبعا راح تسألون أسامة، النور غلط ثواني. طبعا يا جماعة الخير، الرقم هذا بس مخصص المزاد، تدرون هذا ممكن 8 رقم أطلعه. حياك الله، عارض مرسيدس بحراج صحيح؟ اي نعم حياك، تفضل. انا احس انه بيستغرب من السعر، انا اول شيء ملاحظ انه بيستغرب من السعر، لاني قد سويت الحلقه هذه قبل سنه او سنه ونص على سياره، الكل استغرب، الكل انجن. بعدين اليوم الثاني اللي اشوف التيك توك مليان مقاطع، مليان. الله يعافيك، هل فيه، الله يعافيك، هل فيه ب 10000؟ حياك، اي نعم ب 10، بقول له ب 10 ريال. خلنا نشوف ردة فعل اول ما اقول له ب 10 ريال. السياره حالتها ممتازه، حالتها ممتازه. يلا ننتظر رسالته. 10 ريال ولا 10000؟ 10 ريال، منصدم من السعر. 10 ريال، بقول له ليه السعر رخيص. حقين السيارات الحين بلا بلون، كيف ب 10 ريال؟ وش لون ب 10 ريال؟ مو معقوله 10 ريال. ليه؟ كم تسوى؟ بقول له كم تسوى، بقول له مع اللوحه. لا لا لا، هذا بيقول جاي جدول. بقول ب 10 ريال بدون لوحه، ب 10 ريال بدون لوحه، السياره نظيفه نظيفه، ب 10 ريال بدون اللوحه. كيف ب 10 ريال؟ لما الحين مستغرب اخوي، والله مستعجل، اتوقع المطاوله ذي يقول كيف ب 10 ريال؟ مو معقوله. هل هي، احس المحادثه هذه ما راح تطول، تنتهي على طول. اخوي الله يسعدك، انا مستعجل، الله يسعدك، انا مستعجل. تبي تشتري حياك الله، ما تبي بكيفك. السياره الحين اصدمه، السياره مع اللوحه، رقم اللوحه واو ميم واو 74 74، ب 10 ريال. اي بشتري، بس الله يعطيك العافيه، المبلغ يصدم، كيف 10 ريال؟ لا ابي السياره بس، الله يسعدك. اللوحة أتوقع أغلى السيارة ولا عيال. حياك الله، تبي تقابلني؟ يوه بتنتهي من أول محادثة. حياك الله، تبي تقابلني أو أتصل عليك؟ أو أتصل عليك، خلنا نأخذ اتصال على الفجرية ذي، حرفيا صاحي ومروق تون مصلين. هل السيارة سليمة؟ إي نعم إي نعم، بس فيها مشكلة في الماكينة، الماكينة عشان كذا ببيعها ب10، عشان كذا، وأنا صادق فيها مشكلة ماكينة، ببيعها ب10. إي بس بودي عيالي عندهم اختبارات وبعدها أقابلك. أوكي ما عندي مشكلة. أوه الحين فترة اختبارات، الله يوفقكم يا رب، الله يوفقكم، الله يوفقكم، الله يوفقكم. وين موقعك؟ والله ارسل له موقعي. انت من وين؟ انت من وين؟ انت من وين؟ ارسل له موقعي، والله ما عندي مشكله يا جماعه الخير. الرياض، اه قريب لمك، قريب قريب لمك، لمك السياره في الخرد. مرحبا اهل الخرد، اهلين وسهلين. طيب ها خذ الموقع دقيقه، تفضل. اعطيته الموقع، يستاهل. بلور منتج على الموقع، بلور تكفى. ممتاز. طيب ايش يضمني انك صادق؟ يا ابوي 10 ريال، يا ابوي 10 ريال. حول عربونك، عربونك الان، حول عربونك الآن على STC. بقول له 4 ريال. لا لا بيقول لي كل تبن. أحس الحين، أنا أحس الحين بيقدح فيه، أحس الحين بيثور فيني يا عيال، أحس بيضيق. حول عربونك الآن على STC 4 ريال. يا ولد قاعد تستهبل معي أنت ولا صادق؟ يا أخي ما أبغى أحلف، والله ما أبغى أحلف، والله ما أبغى أحلف.
صادق، لاني من قبل متفقين احنا ما نحلف. قبل حلفت الواحد قال ايه يا الحلال خلاص، وش يضمن انك صادق؟ مو معقوله سعرك الله يرضى لي عليك، الرجال كبير والله، لازم نحترم الشخص الكبير. ابغى تكتب للرجال الكبير والله يا عم. ليه حلفت قطع ام الغباء؟ توني اقول ما بيحلف. والله يا عم اني مشغول. اني مشغول الان، ولكن اذا تبي السياره خلص عيالك وحياك الموقع عندك. بس ايه بشكك شوي، السياره راح تحصلها عند الباب. وش المشكله اللي بالماكينه؟ طيب ما ادري والله، ولكن شيء بسيط اخوي، ترى 10 ريال جرب. بقول 10 ريال عيال، هذا شوفوا اخوي ترى 10 ريال. بقول بتصل لك عادي، اتصل فيك. ها بدينا حبيبي، ابي اشوفك وجه لوجه. حياك الله. طيب حياك الله، هو لحد الان يحسبني استهبل معه. اتوقع ان عيال سياره بتروح من اول شو اسمه، من اول محاوله يقطع ام القهر. حياك الله. نبغى المقطع اطول ونتفق. اتصل علي اذا ودك حبيبي. ابي ضمان يا ولد. 10 ريال يا اخي ذا الدرجه؟ والله فلوس بعد يحق له. وش دخلك انت وسام فلوس الرجال؟ صح والله العظيم صدق. اخ طيب اتصل نتفاهم. طيب اتصل يا اخي، ودي اطلع اتصال افضل. طيب اتصل نتفاهم اذا ودك او نتقابل. والله طول وهو يكتب عيال، طول. اقول له حول 10، ماني فاضي لعبك انا. افا والله يا راحت عليه. دقيقه مانيب اخوي. افا ليه؟ والله يتزبد يا عيال زبدة. ليه حقين السيارات؟ ترى صدقون والله العظيم اني ما احب اصور عليهم مزاد مطفرين حرفيا، ردات فعلهم حرفيا يعني تكون كبيره شوي. كل ما جيتك من طريق تسده. والله اني ما جيت، اقسم بالله اني ما قلت له شيء. يا عيال والله العظيم، وانتم شايفين المحادثه. اخوي قلت لك اتصل، وقلت لك تعال، وقلت لك نتقابل. وش تبي اكثر؟ تراك تسبب لابوك مشاكل انك تعرض سيارتها بعشر ريال. الله طيب الله يوفقك. الحمد لله ما انتهت من اول شيء. الله يوفقك. الحمد لله. كاتب السلام عليكم صباح الخير، راح اكتب له صباح النور حياك الله. خلينا نشوف ايش عنده. سمى اخوي ندخل على طول. يا الله حسيت بتوتر. اخوي جايك بخصوص اعلان مرسيدس معروض بحراج. حياك الله. اي نعم. لا ليه سبق؟ انا اقول اي نعم موجوده، شكلي من كثر ما تعود. معك الخير. والله طول قاعد يكتب يا عيال. اول مره قم فك كذا شيخ السماعه. بعشر ريال ولا بعشر الاف؟ لا تكون غلطان. بكتب اخوي بعشرة ريال. سم الكل يعتقد اني غلطان حرفيا. بسم الله والله العظيم بديت اخاف. بقينا محاولة مع هذا، وباقي محاولة مع شخص ثالث. اذا ما جابوها يا الربع خلاص تروح عليهم. وش الصدوم اللي جاها؟ وش تشتكي منه السيارة؟ طيب اخوي السيارة نظيفة، ولكن فيها مشكلة في الماكينة، لان سعرك لا يصدق الصدق. بكتب له السيارة مسببت لي ضيق في الحوش، مسببة زحمة عندي وما بيها. معقولة بس؟ أخوي تبي أرفع السعر؟ بقول له تبي أرفع السعر ب40. لا. وسبب عرضك بالسعر ذا؟ أوه هذا بادي يحقق. السبب أبي أتخلص منها بسرعة. لا تواخذني بس السيارة أغلى من بيبسي عائلة. أوكي بضحك له عيال. ما علينا. اذا تبي السيارة يا عيال خلني اقول له نتصل. اتصل عليك لو تبي تشوف السيارة موجودة عند الباب. ابي اجيك لموقعك. حياك الله اخوي، الموقع الان مناسب. حياك الله. الساعة 7:39 الصبح يا جماعة الخير. 7:39 ارسل موقعك جايك الان. ابشر، ارسلنا له الموقع يا جماعة الخير. بلور ممنتج على الموقع، بلور تكفى. حياك الله. وين مكانك؟ طيب ايش تضمني انك صادق لما موقعك بعيد عني؟ انا بالرياض. هذا ليكون نفس الشخص اللي قبل شوي، ليكون كلهم في الرياض وكلهم. ايش تضمني انك صادق؟ تعال وشوف بعينك، شوف بعينك حرف الكا. بس ابيك ترسل لي صوره للسياره. طيب يا جماعه الخير بنزل تحت، برسل. ابشر بنزل تحت يا جماعه الخير، بصور للسياره وبرجع ثواني.
تطلع لكم هنا ها؟ تطلع لكم هنا يا عيال فتسجيل. أنا بنزل تحت أصور وأرجع. تصدقون في مقطع أنا أرسلته لواحد قبل أسبوعين، كلمني هو بخصوص السيارة. خلني أرسله له. بس دقيقة خلني أتأخر شوي عشان أبين لك إنه صدق. بقول له قبل لا تجي جيب العنوان. قبل لا الصورة. بقول له هذا مقطع أمس، هذا مقطع أمس. المشكلة المقطع في الليل أمس سجلته. بقول له العربون 5 ريال. دقيقة أنا شو قاعد على طرف الكرسي. العربون 5 ريال قبل لا تيجي. مستحيل يصدق، والله مستحيل والله. يا جماعة الخير، الو يا كلب يلي ما تخاف ربك، راعي السيارة انا عارفه شخصيا. صادق؟ والله العظيم حقدي، والله العظيم والله العظيم بوتري والله. تجي تكذب على الناس وتبي تاكل حرام. بقول من صاحب السيارة؟ من صاحب السيارة؟ يقولي والله. يا ساتر يا ساتر اخوي، انا يا اخوي يحسبها بالناس اللي يكذبون. انا اتوقع ان هذا بالمتابعين يحسبها انا راعيها وصارق مقطع يلي ما تخاف ربك. اخوي انا صاحب السيارة، شلون انا صاحب السيارة؟ وش تقول انت؟ وش تقول انت؟ عيال بدأ يفصل. انا راعيها وصارق مقطع يلي ما تخاف ربك. تحمست عيال وتكذب على الناس وتقول ما كذبت والله انا. يا لب قلوبكم اقسم بالله العظيم. الو ما كذبتك اخوي والله. لا ما ابي اعلم اخوي، انا انا صاحب السياره. تستهبل معي انت؟ لا اتكلم جد. كيف تقول سيارتك؟ كيف تقول سيارتك؟ تبي السياره حول، لا تكثر كلام. تبي السياره حول، معك اسامه صالح صاحب السياره يا شيخ. واذا اسامه صالح يا شيخ. يا عيال ودي اسجل له فويس اقسم بالله العظيم. استهبل على العالم، بقول له تبي السياره او لا؟ ابحث عن قناتي والله هذا نفس اسلوبي. تبي السياره او لا؟ وش مصحي الصبح ذا؟ في ورا منزل مقاطع عنها. والله هذا متابع متابع. ايه يا جماعه خير والله هذا متابع متابع. يلا مسامحك انك سبيت فوق، عادي عادي والله عادي. طيب انت صاحب السياره ولا لا؟ او لا تقول فيوار، تقول حسبي الله عليك ونعم الوكيل. اخوي الو، اخوي الو. اي نعم انت صاحب سياره. تو يقول فيوار عيالي، يقول معك اسامه صالح فيوار منزل مقاطع عنها. يعني هذا مو فيوار، معك اسامه صالح ولكن فيوار منزل. سبحان الله شخصيتين. يا كلب يلي ما تخاف ربك. اح 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 اح, أح والله مسامحه عيال، والله مسامحه لاني عارف انه يتابعني عيال. والله يدي تتفض، ما احب الكلام اللي كذا. راح اسامحك للدنيا، لا دنيا ولا اخره يا عيال. والله هذا يستاهل صدقون. شوفوا انا عندي ماك، ركزوا معي يا عيال. اكافئه. شوفوا هو كذب علي والله وسبني، ولكن ودي اكافئه بشيء. ابن الكلب زارف. لا والله ما كافئه ابن الكلب زارف سيارتي ليه؟ طيب اخوي قل لا اله الا الله وتتاجر بشيء ما يخصك ولا هو لك. طيب شوفوا انا عجبتني فيه الحميه حرفيا. لا اله الا الله. استغفر 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 تكفى عيال. او شيء بقول له تبي السياره ولا؟ بوقف الحلقه هنا. دقيقه. تبي السياره ولا؟ والله اني كنت مجهز ايفون تمام اقسم بالله وماك بوك. انا ليه قلت لكم ايفون؟ ذري مجهز شيء حرفيا تمام. كت هذه منتج. ركز معي، اذا قلت ركز معي ترى وصلت اخر مرحله انا. ركز معي اي او لا، لاني بكافة هذا احسه يستاهل شيء يا جماعه الخير. ثواني دقيقه يا اخي والله العظيم والله. كيف اي او لا؟ انا راعيها ايش فيك؟ طيب ابغى بس يقول لي لا عشان اثبتها قدامكم، عشان اثبتها قدامكم بعدين بس بدق عليه او بسجلها فويس او اي شيء. طيب اقدر اتصل لك. تبي اوديك للسجن انت ولا وش؟ يا اخوي هدي تكفى، يا اخوي هدي والله مو انت، يا اخوي هدي والله مو. لا يا اخي، يا اخوي هدي. طيب اقدر اتصل لك؟ لا ماني فاضي لورعان انا. يا ساتر والله مو اسلوبي، والله مو اسلوبي. بقول الكلمات ذي. ما ودي اوديك ورا الشمس. طيب استغفر لاني ادري انك بزر صغير. طيب استغفر. واذكر ربك تكفى. كيف ترضى تاكل حرام؟ يا والله هو صادق، ولكن مو حرام، حلالي اقسم بالله حلالي حلالي يا عيال. مستغفر قبل ما اشوف وجهك. طيب اخوي تبي السياره ولا لا؟ اخر مره والله، اخر مره والله، اخر مره اقسم بالله اخر مره. انت منتحل شخصيتي. طيب يا رجل والله ما انت فيوار، والله العظيم انا اقسم بالله وتاجر موتري. طيب اسف خلني اهدي شوي، خلني اهدي معليش. خدت الحميه شوي، هذا متابعين لو فيها. خذ ركز معي شوي، ركز والله العظيم. من زمان ما قابلت واحد نفس كذا. كل المحادثات والله في محادثتين قبل ذي كلها تسفيل بتسفيل. هذا على الاقل فيها شيء حلو، وتعبت وانا اسجل اقسم بالله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، داري انك صغير. طيب اخوي تبي السياره ولا؟ ابغى يقول بس لا. تبي السياره ولا؟ ها جاوبني جاوبني بس اي او لا بسرعه، لاني بسجل فويس. ابي اسجل فويس. تكفى حبيبي. كيف تبي السياره
السيارة موقفة عند باب بيتي. يا الله، ترضون يوقف الحلقة؟ ترضون؟ كيف تبيها ولا؟ غبي أنت. طيب طيب أخوي، طيب أخوي، آخر مرة. شوف يا جماعة خير، آخر مرة، سواء قال إيه ما فيه، سواء قال لا ما فيه، طيب آخر مرة، تبي السيارة أو لا؟ خلصني خلصني، أقسم بالله طول، خلصني. نبدأ نسجل فويس. يلا خلصني بسرعة بسرعة، أبغى أسجل فويس. إي أو لا بسرعة، قل لا، تكفى، قفل على الموضوع. غبي أنت، تبي أجرجرك بالمحاكم يلي ما تخاف الله؟ موتري ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا حبيبي. لا لا، يبي لها مقطع فيديو. إيه هذه يبي لها مقطع فيديو أو شيء. إيه صورة. دقيقة يا عيال، بصور له صورة حلوة. دقيقة بقول له شكرا لك. دقيقة أو شيء صورة، ممكن يكذبني في الصورة بيقول ما أخذها من الستوري. الله يسعدك، بكتب له. الله يسعدك، أنا رايح السيارة. أعطني ردة فعل عيال. دقيقة، صادق، أنا صادق والله العظيم. هلا بالقلب، سلام عليكم، صباح الخير، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله أمورك زينة يا حبيب قلبي، الله يسعدك. قلها مين؟ قلها مين يا ولد؟ اشيك اشيك يا ولد، جرنتني من أم شخصيتي. خير يا يا، اقسم بالله العظيم انك ابو. بقول له طيب اختر شيء. انا والله الحلقه ذي ناوي، لاني من زمان ما سويت مزاد مطفرين، ناوي اعطي شيء، ناوي ناوي، لاني مجمع من الارباح حقت المقطع الشهر الاول وارباح المقطع الشهر الثاني. قد قلت لكم قبل، اذا ما في سبونسر يا جماعه الخير ناخذ 20% من الارباح، تمام؟ فابغى اعطي شيء، فاتوقع ان السياره حرام تروح. بقول له يقول والله اني اسف، سامحني. طيب اختر شيء. بقول له اختر شيء. ثواني بوريكم، جايب ماك انا يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي بوريكم. ثواني شوفوا يا جماعه الخير، هذا الماك حرفيا ناوي اعطيه احد انا من قبل، واتوقع جاء اليوم اللي يعطيه اي شخص اقابله، واتوقع انه جاء هذا هذا حرفيا من الناس حرفيا اللي عجبني والله العظيم. شو راح اقول؟ اذا اختار واحد راح يجي ماك، واذا اختار اثنين راح يجي ايفون 15. طيب اختر واحد او اثنين. والله انه يستاهل، والله والله يا جماعة الخير، اني صورت ما يقارب مع خمسة قبل هذا، كله سب في سب، والحلقات مستحيل انها تنزل ذي. واحد جاه ماك بوك. ماك بوك هدية يا القلب. تستاهل. يا لبي يا عيال، يا لبي تكون. خلاص زين، السيارة ما راحت الحمد لله. الله يسعدك زي ما تسعد متابعينك يا حبيبي، يا حبيبي، وياك وياك، والله انك تستاهل، وعجبتني والله العظيم ردة فعلك هذه الحالة عربية تسوى الدنيا وما فيها، وانا اخوك. الله يسعدك سعادة الدارين، وشكرا لك يا حبيبنا. يلا فالك التوفيق، بكلمك واحد يمكن مو الان، بكلمك على 4 العصر 3 العصر. فالك التوفيق وانا اخوك، سلام.